فيش حاجة في الموضوع. خش نوت. مش هتعشى؟ لا. سيدي القاضي، أصبح من المعروف أن القضاء المصري هو الحصن الباقي والأخير، فأنا أهيب بعدالتكم ألا نفلت من أيدينا هذه الفرصة. وإذا كان السادة الوزراء قد رفضوا المثول أمام عدالتكم، فهذا يعني أنهم لا يحترمون القضاء. يا أستاذ، نتكلم في موضوع القضية أحسن. هذا هو موضوع القضية. سواق الأتوبيس وعامل التحويلة ليسوا أكثر من أدوات يحركها نظام كامل. سيد القاضي، أنا مصر على مطلبي باستدعاء السادة المسؤولين الحقيقيين عن المأساة لاستجوابهم. وشكرا. تأجل القضية لجلسة 25/9. رفعت الجلسة. ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان همشي الشوط لنهايته. عشان توصل لايه؟ لازم المسؤولين الحقيقيين يتقدموا للمحكمه. عاوز الحكومه تستقيل؟ ده اللي بيحصل في اي دوله متحضره. الحق معانا ولا لا؟ احنا مالناش دعوه اذا كان الحق معانا ولا لا، احنا لينا دعوه بالتعويض. وبعدين انت فتحت جبهه صعبه قفلها. ساميه، انت عندك فلوس قد ايه؟ ليه السؤال ده؟ معلش رد عليا. الحمد لله مستوره. بلاش نكسب القضية دي وخليك معايا. اقنعني. مش هعرف، بس حاسس انها قضية عمر. أول حاجة تعطل الطريق من زمان أوي يا سامية. مراهقة متأخرة؟ أو صاحبة الموت. أنت نسيتي القضايا اللي كنت بترفع فيها زمان يا سامية؟ نسيتي قضية عمال السكة الحديد والوقفة اللي وقفتيها معاهم، والأسبوع اللي بيتيه وسطيهم وهم عاملين إضراب؟ نسيتي قضية عمال الكوك والغزل والنسيج؟ اسمع مصطفى، مش بعد العمر ده جاي تصحيلي اللي فات. اللي فات مات واندفن. دلوقتي احنا متشربكين في حياة انفرضت علينا فرض وما نقدرش نغيرها. لا نقدر. طز فيك وفي الكلام اللي قلته واللي هتقوله. القضية دي احنا هنكسب منها 1,000,000 جنيه على الأقل، وأنا ولا الجماعة اللي معانا مش هنتنازل عن مليم منهم. وخلي بالك إن الغايب دلوقتي هيشاهم عنك بالعافية. قلت إيه؟ هتتراجع عن موقفك ولا لأ؟ لا يا سامية، مش هتراجع. في الحالة دي أنا مضطر أدافع عن مصلحتي. على إذنك. أفندم؟ أنا عندي ميعاد مع الدكتور. خيري محمود المحامي. الأستاذ خيري محمود المحامي. انتوا عاملين ده يا استاذ؟ انتوا بتهرجوا؟ اخير يا فندم. ايه القضيه الهبله اللي انتوا رافعينها وطالبين الوزراء يحضروا في المحكمه؟ يا فندم مش انا، ده الاستاذ مصطفى خلف. انت مش مشترك معاه انت وثلاثه تانيين؟ ايوه يا فندم، بس كلنا مش موافقين على اللي بيعمله ده. ويطلع مين اللي اسمه مصطفى خلف ده؟ ما قدرتش ما بقاش موجود وهو بيفك الجبسة. قريت المرافعة بتاعتك في الجورنال. عجبتك؟ مفيش أسهل من الكلام. لو كان الكلام بفلوس كنا بقينا أغنى دولة في العالم.
المرة دي مش كلام بس يا فاطمة. مش هيسألوا فيك. يبقى عملت اللي عليا وريحت ضميري. هو لسه عايش؟ أنا نفسي شاكك في الحكاية دي. ايه الاخبار؟ للاسف يا دكتوره، يمكن لما يكبر نقدر نعمل عمليه يلتئم فيها العظم، لكن دلوقتي صعب المخاطره. على كل حال هو لسه صغير، واكيد لما عظمه ينمو ممكن يتعالج. يعني ايه؟ يعني بلاش اي مجهود عضلي، ويعمل علاج طبيعي لمده 6 شهور. مفيش اي طريقه يا دكتور؟ احنا ممكن نسفره بره يتعالج. للاسف يا دكتور مريم، ولا له لازمه. لو ما جاتش نفسه وواظب على العلاج الطبيعي هيبقى كويس. غلط! الحركة دي كان لازم اتوقعها قبل ما العبها، واعمل احتياطي ليها كويس. المباراة دي انت غلبت فيها ولا غلبت؟ لا غلبت طبعا. ينفع لي كده؟ اصل دي اخطاء غبية مش لازم اقع فيها في الماتشات الجاية. اوريك بقى اللاعب بتاع واجا دوجو عشان تشوف الفرق بين الستايل بتاعه والستايل بتاع الياباني والستايل بتاعي انا. كفاية ماسي. إيه انت زيت ولا ايه؟ لا بس ايه رأيك بقى نخرج نشم هوا؟ عندي فكرة، تيجي نروح النادي؟ اشمعنى؟ الكوتش بهناك دلوقتي، يلا بينا. يلا بينا. استنى يا سيف، أنا مش عايز أروح نوادي. أنا قصدي نخرج نتفسح. يا عم مصطفى نتفسح إيه في وقتي ده؟ هو ده وقت الفسح؟ ده المعسكر بعد 15 يوم، ولازم أطمن على ورقي جاهز ولا لأ؟ أنت عندك علاج طبيعي لمدة 6 أشهر. 6 أشهر؟ يعني إيه؟ يعني مش هتقدر تروح المعسكر ده. إزاي؟ ده من غير المعسكر مش هقدر أشترك في البطولة. مش مهم البطولة دي. ممكن اعرف ايه الحكايه بالظبط؟ مفيش حكايه. لا في، من ساعه ما شفت جيبسون عاصمك ومخبين عني حاجه. اسمعوا يا مصطفى، انا مش عايز صغير، انا ممكن افهم كويس. سيفي حبيبي، ما تزعلش نفسك على كده، دي مش اول بطوله لاخر بطوله. قول. ما عادش يساعدني. أرجوك سيبوني لوحدي، سيبوني لوحدي. أنا خايف الولد يجيله انهيار عصبي يروح مني. الولد ده لازم يحصل له عملية إحلال. يعني إيه؟ لازم يكون عنده هواية تحل محل الأولانية اللي ما بقاش يقدر عليها، تديله الإحساس بالقوة والتحدي وتتناسب مع إمكانياته. يا دكتور بقول لحضرتك ما عادش يقدر يمارس أي رياضة. مش لازم رياضة عنيفة. زكي، زكي، ايوه تعالى ملعبك دور. ادي البصل لحموده وتعالى. لا لا، تعالى علمك خط نابليون. يا عم بلا نابليون بلا هتلر. انا بس كنت عايز اعرف حاجه مهمه قوي، انت حقيقي ناوي تقف قدام الحكومه؟ انا ناوي اعمل الصح واصمم عليه مره في حياتي. احنا لو عملنا الصح مش هنلاقي ناكل يا ريس. محدش بيموت من جوع. تعالى العب. تعالى ماليش فيها يا ريس، انا ليه في الكره الشراب البيلي السبع طباط، انما لعبه ولاد الزواد دول لا مؤاخذة سامحني. بعد الاطلاع على أوراق القضية وطلبات الدفاع، حكمت المحكمة برفض الدعوة وإلزام رافعيها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. رفعت الجلسة. أستاذ
استاذ.